الفنان رامز جلال؟ انا بحبه كممثل الصراحه. وكبرامج؟ لا ما بحبهمش. ليه؟ حرام عليك. ليه يا عم؟ حرام عليك، اتوحشتك برشا يا مزيان. طب بتهزر؟ توكل على الله، انت اروع. علشان في صراع هيحصل ما بين الفراعنه ونسور قرطاج على ارض الامارات. بس فكني الاول بس. معلول؟ طب فكني الاول بس. من اللحظه ده معلول الوضع اتغير. اتغير فين؟ انت دلوقتي في مملكتي، هتمشي بقواعدي وهتلتزم بشروطي. كل المطلوب منك في الحلقه دي انك تخرس خالص. لا، علشان اعرف اشوف شغلي. ولعلمك يلا يا علي، انا مش لوحدي، انا معايا فريق كبير. تعالوا يا رجاله. شكلك بتتوعدني صح؟ اول سؤال، ايه رايك في لون شعري؟ متزعلش؟ لا عاجبك ولا مش عاجبك؟ لا هو اللون حلو بس مش عاجبك. مش عاجبك لون شعري عليا صح؟ آه. طب وايه ده هيزعلني في ايه؟ ما انا بقول بالعكس، طالما مش عاجبك عليا يبقى هيعجبك على نفسك صح؟ حبيب قلبي علي، علي خليك سنة سنة سنة. اوبا اوبا، ام كريم دلوقتي هتشوفك وانت شعرك ازرق، اقسم بالله هتقول لك ثبته. علي انت غالي عندي قوي، فلازم احطك في حته عاليه، لازم اخليك اسم على مسمى. علي لازم يبقى عالي في السماء. فيرست موف. لا 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 لا، ايه اللي حصل يا ابني؟ نزل. بص يا علي، تسريحتك دي مضايقاني جدا. ضايقك؟ توعدني ان انت تغيرها. لا. بوت هيم باك. لا. هتغير تسريحتك؟ لا. موف نمبر 2. لا 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 لا. هتغيرها؟ لا. هتغيرها؟ بلاش الفندقه دي. هتغير شعرك؟ هتغير التسريحه؟ لا. بوت هيم باك. لا 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 رامز لا. هتغير التسريحه؟ هتغير التسريحه؟ لا. اوكي جروب نمبر 1 صالح الحبيب. لا 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 ولا رامز ولا رامز. لا 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 رامز. لا رامز ولا رامز. حبيبي يا علي، دخت علي؟ دخت شويه صح؟ شويه؟ كتير؟ كتير. اه بجد والنبي؟ اه والله. ليه؟ اه هو انت اللي بتعمل كده يعني؟ انا اعمل كده؟ انا ممكن اعمل كده. فوق بقى كده، فوق فوق.